طيب يا ترى ليه؟ وأهمية ودلالات الوزارة الزيارة الوزارات الزيارة في التوقيت ده. خلونا ناخد معانا على التليفون سعادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. ازي حضرتك يا سعادة السفير؟ مساء الخيرات، أهلا بك. مساء الفل على سعادتك. من 20 سنة ما شاهدناش زيارة بهذا الشكل أو بهذا الحجم أو على هذا المستوى. السؤال بقى، إيه دلالات ده يا فندم؟ هو رومانيا علاقات قديمة كما أشرت حضرتك تمام، يعني أنا لأن رومانيا لها قصة في تاريخ حياتي الدبلوماسي. أنا خدمت في رومانيا، كانت أول بلد أخدم فيها في الخارج من 64 حتى 67، ومن أيام الملك فؤاد العلاقات موجودة. كان في مركب بتيجي من كونستانزا في رومانيا الى الاسكندريه تحمل السواح وتحمل البضائع، وكانت البضائع المصريه بتتدفق هناك عن طريق هذا الاسلوب من النقل البحري السهل. في وقت من الاوقات رومانيا مدت خطوط التروم اللي هي الطيران الروماني الى القاهره، وعملوا مشروع اسمه ربط جبال الكارباتس في رومانيا بالاهرامات عشان السواح يبقى اغراء لهم يروحوا يزوروا رومانيا يكملوا الرحله ويزوروا الاهرامات. في فترة الرئيس السادات ومبادرة السلام اللي أطلقها السادات، كان معروف أن تشاوشيسكو اللي هو آخر رؤساء رومانيا قبل الثورة كان له دور فيها، وهو اللي يعني السادات استخدمه في الاتصالات الأولية مع إسرائيل. برضو في قبل تشاوشيسكو كان في رئيس عبرة في رومانيا، أنا حضرت 3 رؤساء في رومانيا على فكرة، اسمه كيفو ستويكا. كيفو ستويكا سعى لأن يأتي إلى زيارة مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، يعني حتى لدرجة استدعي السفير بتاعنا وقال إنه كيفو ستويكا بيرحب بإنه يزور مصر، وحضرنا لهذه الزيارة تحضير جيد. ففي على المستوى السياسي تبادل سياسي كويس، علاقات طيبة. ونيجي لحكاية القمح، لا ده مش النهارده هنستورد قمح. إحنا جربنا القمح الروماني كثيرا. في قصة عصرتها وأنا في ألمانيا، إن طلبنا من ألمانيا إنها تساندنا في القمح، فادتنا منحة من القمح ب 50 مليون دولار. فاخدنا ال 50 مليون دولار الالماني اشترينا بهم قمح من رومانيا، لان القمح الروماني اقرب للذوق المصري. انت عارف مش كل قمح تقدر تعمل منه العيش البلدي بتاعنا، يبقى مطلوب فيه مواد معينه عشان اللزوجه بتاعه العيش وكده، فبرضه يتميز القمح الروماني. يعني المجالات كثيره، وانا سعيد ان احنا النهارده تلاحظ ان احنا سعيد علاقتنا بدول شرق اوروبا اللي هي انقلبت من الشيوعيه الى النظام الاقتصاد الحر. والتوقيت هنا بقى اللي حضرتك بتسال عليه ده طبعا مناسب، لان خلاص رومانيا استقرت على نظامها، بقى فيها قيادات جديده كلها قيادات منفتحه على العالم، والرومانيين مشهورين شطار في حكايه التجاره، شاطرين قوي. زائد رومانيا بتعتز، هي تقول لك احنا جزيره لاتينيه في بحر من السلاف، لأن اللغة الرومانية هي أقرب للغات اللاتينية أكثر منها للغات السلافية، يعني شايفين هم مستوى مختلف. كل ده يعني يجعل هناك ترحيب إن احنا نستقبل بالترحاب رئيس الوزراء، كما استقبلنا المجر، بلغاريا بنرجع العلاقات، بولندا، كل دي دول كانت علاقتنا مزدهرة بها أيام الاتحاد السوفيتي السابق، اندثرت قليلا اثناء الثورات ثم هي تعود. النهارده بيقول لك مليار دولار او اكثر حجم التبادل التجاري، ده شيء جيد، واتصور انها ممكن مضاعفه هذه الارقام بسهوله. والرومانيين بقول شاطرين في الحكايه دي ويمكن الاعتماد عليهم. كان عندهم مكتب تجاري في القاهره كان في غايه الكفاءه، ما بيدورش بس ازاي يصدر من رومانيا، انما كتاجر عاقل بيدور على ايه يستورده من مصر، لان كل ما استورد من مصر يقدر يصدرها طبعا. لان لو صدر بس هتجيب انت منين الدولار؟ يقول لك لا انا عاوز السلعه الفلانيه والسلعه الكذا. في نشاط بارز في هذا الاتجاه، واتصور ان يعني امامنا ان شاء الله هامش كبير للتحرك وزياده العلاقات. طب سيد سفير، يمكن في ناس كتير وانا لمست ده بصراحه بتتساءل ايه سر النشاط الشديد، سواء اذا كان زي ما حضرتك حتى وصفت لنا في مكالمتنا اللي قبل كده، الدبلوماسية الرئاسية من جهة، وأيضا الزيارات اللي بتجيلنا على القاهرة من جهة، خلال تقريبا 36 يوم فاتوا، يعني من 1 يناير ولحد النهاردة،
نشاط شديد خارجاً أو قادمين إلينا؟ هو اقتناع من القيادة بأهمية العلاقات الخارجية ومنحها الدعم اللازم من الوقت، الدعم بمعنى مش تمويل وإنما الوقت اللي يستطيع الرئيس أن يعطيه من وقته عشان يدعم العلاقات الخارجية. فيعني غطى العالم ما شاء الله، من اليابان شرقا إلى باريس غربا، من نيويورك إلى بلدان في إفريقيا. أنا دايما أضرب المثل إن في بلد أنا كنت سفير غير مقيم فيها، وغير مقيم لأن كان لا يمكن تقيم فيها، أنا كان الرئيس لما يستدعيني أقيم في قصر الرئاسة، مفيش لوكندات. الرئيس راح من كام سنة خد معاه المقاولين العرب، بنى سفارة، والآن لنا سفير وسفارة كاملة فيها. عظيم. ده النشاط بتاعنا، تواجد في كافة أنحاء العالم. وبعدين مش شيء نعتز بيه كدبلوماسيين إن القاهرة صارت من أكثر عواصم العالم استضافة للسفارات. خد بالك دائرات كبير مش هزار. يعني يقال إن السفارة الأمريكية في القاهرة أو السعودية اللي هي تلاقيها في الجيزة أعلى من مبنى وزارة الخارجية. فيها موظفين أكثر من السلك الدبلوماسي المصري كله في الخارج. أوكي. ده إنفاق بحيث إن أنا فعلاً عندي إيراد من هذه السفارات. أذكر في أيام الرئيس جمال عبد الناصر كنا بنشتري قمح أمريكي وندفع الثمن بالجنيه المصري يدوبك يكفي مصاريف السفارة والجامعة الأمريكية في القاهرة. يعني كنا بنشتري القمح بمصاريف السفارة الأمريكية في القاهرة. فده تاريخ يذكر. إذن كنا حرمنا من دبلوماسية الرئاسة فترة طويلة. النهاردة عندي دعم قوي من الرئيس، وأي حاجة بتعرض عليه يعني على طول متحرك استقبالا أو سفرا بصفته الشخصية معه مجموعة من الوزراء. فده بيفرد جناحاتك تمام، وبتلاحظ ما شاء الله كل زيارة تسفر عن مشروعات، عن مزيد من الفرص إلى آخر هذا البند الكبير. عظيم جدا. أنا بشكرك جدا سيادة السفير، كل الشكر لسيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق.